موقف اسلام اباد واضح يعني، لا اي قصف في باكستان سيواجه بقصف مماثل لايران. هذه هي القصه وما فيها. نعم. طالما ان ايران بدات العمليه بالصواريخ البالستيه، فكان رد باكستان بالصواريخ البالستيه ايضا. يعني ايران اشكل في روعها بانها هي الدوله الوحيده التي تمتلك الصواريخ البالستيه. لكن الصواريخ البالستيه موجوده لدى باكستان بدقه اكثر وبقدره اكبر على حمل رؤوس تقليديه وغير تقليديه. فهذا طبعا الامر مخيف جدا، لانه في حاله عدم ضبط الازمه الحدوديه ما بين البلدين قد تؤدي الى استخدام اسلحه الدمار الشامل. كل من البلدين لديه تلك الأسلحة، قد لا تكون أسلحة نووية ولكنها قد تكون أسلحة كيميائية مثلا أو جرثومية. وهنا الخطر، خطر كبير. الحرب لم تعد مجرد قصف الطائرات المقاتلة أو قصف مدفعية، إنما أصبحت الحرب أصبحت حربا متطورة تستخدم فيها مختلف أنواع الصواريخ الحاملة مختلف الرؤوس. وهذه الرؤوس الحربية نعم. الخطيرة موجودة لدى الجيش الباكستاني وموجودة لدى إيران أيضا. لذلك أن الموضوع في غاية الخطورة، وطلبت باكستان من إيران أن تعتذر رسميا لها من استخدام الصواريخ البالستيه ضدها كشرط لتخفيف حده التوتر ما بين البلدين، ولكن نعم. ايران ايضا رفضت ذلك. نعم، طيب سيد جاسم حتى اسمح لي. نعم نعم تفضل اكمل الفكره سيد جاسم. حتى ان الصين الشعبيه نعم يعني عندما عرضت الوساطه كانت وساطتها مشروطه أن يقبل البلدان بتلك الوساطة، وإلا ما فائدة الوساطة إذا قبلتها دولة ولم تقبلها دولة أخرى. فطبعا هذا يعطي انطباع بأن أحد البلدين أو كلاهما مترددان في قبول الوساطة الصينية. لا زال كل الطرف تصر على موقفه السابق.